مساء الخير، معاكم كابتن محمد شاهين من اورانج جيم. النهارده هنتكلم عن نقطة مهمة جدا 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 لازم كلنا نخلي بالنا منها، هي نقطة المدرب. لازم قبل ما تخش الجيم لازم تعرف ان في مدرب فاهم دارس واعي هيوصلك للنتيجة اللي انت عاوزها. ده موجود هتبتدي تخش الجيم، مش موجود ما ينفعش تخش الجيم، حتى لو الجيم ده فيه اجهزة مش موجودة في اي حتة في العالم، بس من غير مدرب ملوش اي لازمة. انت اول حاجة لما تخش الجيم ايه اللي بيحصل؟ انت لما تخش الجيم بتقعد مع المدرب، تقعد معاه تقول له مشكلتك الصحية، عندك مشكلة صحية، عندك اصابة، عندك في مشكلة لا قدر الله، بتبتدي تقول له عليها، يبتدي هو يحل لك كل مشاكل الصحية، يحل لك مشاكل الاصابة لو في اصابة، لو في مشكلة صحية. من ساعتها يبتدي يحط لك البروجرام، يحط لك الجدول بتاعك، يحط لك البلان بتاعتك اللي انت هتمشي عليها في الجيم. مهمة المدرب مهم جدا، عشان تخش الجيم لازم أن يكون معاك مدرب فاهم واعي دارس يوصلك للهدف للنتيجة اللي انت عاوزها.